لازم يكون هو ولد شعب، لازم يعرف كيفاش يمثلنا، لازم يعرف مخخنا كيفاش، عقليتنا كيفاش، كيفاش نعيشوا. فما الزوالي، فما الغني، فما ثلاث طبقات، فما الزوالي المتوسط والغني. لازم يحطك كلافة طبقات في قدام عينيه هو باش يعرف كيفاش يحكي. طلبهم باش يطلونا بتبربة يعملونا المعامل الأخرى باش نستخدم. أول حاجة البنية التحتية بتاعت بربة اللي هشة جملة، مناطق ترفيه ما ثماش، كيف البيسين تشوف حاجة كيف البيسين هذاك مسكر، المنتزه في تبربة زادة مسكر، الصغار والنساء والعائلات ويمشي يدور ويمشي يتفرهد. أول حاجة يزم يطلهونا بالحاجات هذي، أبار هذي زادة الصحة، الصحة عندنا سبيتار تمشي ما تلقى فيه حد شيء. طالبان يخدمونا يعاونونا فهمتي، مدون يد المساعدة فهمتي بالخدمة، ما حاجاش باش يمونونا، يساعدونا بالخدمة بالنظافة بالصحة. يفيقوا هم يفيقوا ويخدموا البلاد على قاعدة ويخدموها بضمير، وخاصة في المناطق اللي فيهم صعبة، صعبة ياسر أقصى درجة. ما مدارس مكسرات، معامل مسكرة ومش يتخدم، صرفت عليها الدولة أموال طائلة وقاعدين مسكرين. شغل الشباب معناها كوتي ثقافة وحاجات شبابية ناقصين شوية في جديدة. فما المركز الوسيط نتاع الصحة نتاع جديدة هذاك مازال ماهوش كامل، اللي هو من أولويات المنطقة كاملة نتاع جديدة. نورمالمون هذاك معناها الحاجات الأساسية اللي ركزنا فيها في جديدة. السوق فما عندنا سوق وما عندناش مرشي معناها في جديدة. فما برشا جمعيات، المجتمع المدني في جديدة ما عندوش مقر ويمشي ينشط فيه، كما برشا جمعيات في جديدة معناها يحبوا يخدموا الفئات الشبابية. ما عندهاش مش تنشط في جديد. عندو الموت تليح التريك وماذا بينا عنا نقل الكهرباء حتى النقل موجود من جوز وتصليح كياس. طلبوا من النواب مثلا محطة المترو توصل لواد الليل هنا، علاش واقفة في فاكمة النوبة غاديكا بعد فاكمة النوبة؟ عنا هنا شباب عندهم التاكسيات وعندهم هكذا، علاش ما يسيبوش الرخص؟ علاش التاكسيات الجماعية تولي تخدم من النوبة بركة ما تخدمش هذا الباب الخضراء؟ يقدونا الدنيا كياسية ثاني حالة ناشد الجامعة حالة الدنيا معفرة، يعملونا حاجات لأولادنا ترفيهية في وادي الليل كما هنا وادي برشا حاجات ناقصين احنا هنا في وادي الليل. يكثفوا معناتها من زياراتهم للمناطق، وفهمتني ما يبقوش معناتها تقولش زيارات، هذه زيارات تاع مناسبات وتاع، بل هي زيارات معناتها يومية، معناتها يقربوا من المواطن يقربوا من الناس. يشوفوا كالزويل يشوفوا كالبطال، يشوفوا العبيد برشا عبيد قاعدة في القاوي فهم، تشوفوا كالناس يشوفوا هناك ديار المسنين، ديار الايتام بشو يفقدوها فهم، يشوفوا كياسات اللي الانسان بصحته يعثر فيه مع على بالك المعاق، يشوفوا لك الماء اللي كيتسيب علينا الكنال كيفاش يهبط، تتسكر علينا البيبان، تتسكر علينا الكياسات. اول باب يعملونا تشغيل اولادنا ساعه، ثاني باب نظافه منوبه مسخه، ثالث باب يعملونا كثرونا من مستوصف واحد في منوبة كاملة.